لا للتوظيف بالتعاقد، شعار أجمع آلاف المعلمين المغاربة على رفعه في مسيرة ليلية جابت أهم شوارع الرباط. هذه المسيرة التي أطلق عليها اسم مسيرة الشموع جاءت كخطوة تصعيدية تضمنت المبيت أمام مقر البرلمان قبل أن تقوم قوات الأمن بتفريقها بعد ساعات من التفاوض، لكن المعلمين تجمعوا نهارا في الرباط لمواصلة التظاهر. في خريف 2016 اتخذ المغرب خيارا آخر في التوظيف، وهو التوظيف بالتعاقد. بعد سنتين من الاشتغال بهذا النظام هذا أفرز تناقضات خطيرة، لعل أبرزها فرض ثقافة بائسة بين أستاذ مرسم وآخر فرض عليه التعاقد. طيلة سنة ونصف من نضال حولنا ما أمكن الحفاظ على الزمن المدرسي للتلميذ، شبهتنا الحكومة بسياسة الأذان الصم ورفضت الجلوس لطاولة الحوار. اليوم نخوض الإضراب للأسبوع التالي تواليا، مقبلين كذلك على الأسبوع الرابع. مطالب متمثلة أساسا في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد، وكذا إرجاع زملائنا المطرودين، وكذا إلغاء القانون الإطار القاضي بالإنهاء بمجانية التعليم. أنا أستاذة هنا مرسمة، جئت وأعلن تضامني المطلق مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. نطالب بإسقاط التعاقد وإسقاط الهجوم على الوظيفة العمومية وعلى التعليم المجاني. فهنا لسنا هنا للدفاع عن حقوقنا فحسب، عن حقوق الشغيلة التعليمية فحسب، ولكن أيضا للدفاع عن حقوق التلاميذ. من جهتها عبرت الحكومة المغربية على لسان الناطق الرسمي باسمها عن تمسكها بنظام التوظيف الجهوي كبديل عن نظام التعاقد. إن التوظيف الجهوي يعد خيارا استراتيجيا للحكومة لا رجعة فيه، يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة وتفعيل ميثاق لا تمركز الإداري وتحقيق العدالة المجالية والدفاع عن المدرسة العمومية وتوفير شروط مدرسة النجاح. وفي ظل استمرار مسلسل الشد والجذب بين تمسك الحكومة بمقترحاتها ورفض الأساتذة لها، تجمع آراء المتابعين على حتمية فتح باب الحوار المباشر بين الطرفين ومراعاة مصلحة طلاب التعليم الحكومي في المغرب قبل كل شيء. هل ستتفاعل الحكومة ومعها الوزارة الوصية مع مطالب الأطر التربوية المحتجة، أم أن التوتر والتصعيد سيبقى في الشارع؟ سؤال يطرحه الرأي العام المغربي وينتظر معه إجابات شافية تخرج الأزمة من عنق الزجاجة. فدور مرابط قناة الغد الرباط.